بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم مثل كل المواضيع المهمة الساخنة اللي نطرحها في هذا البرنامج، بل موضوع اليوم هو موضوع مهم ومطروح بسخونة في الوقت الحاضر، سواء في أروقة المجلس البلدي أو في مكاتب الجهاز التنفيذي أو في الصحافة أو في الدواوين، وهو الموضوع اللي يعتمد على انتهاك القانون، هو التجاوزات، الاستثناءات أو التجاوزات أو تسميات كثيرة سمعناها. ولكن معنا الآن في الاستديو الأشخاص المؤهلين المحترمين من الأعضاء للرد على هذا الموضوع وعلى استفساراتنا، واستفساراتنا جاءت نتيجة آراءكم أنتم، آراء الأخوة المشاهدين التي وصلتني، سأثيرها بأمانة وبصدق مع الأخوة، وأنا متأكد بأن الأخوة اللي معنا في الاستوديو لن يترددوا أن يقولوا رأيهم بصراحة كذلك لصالح المواطنين. اسمحوا لي أن أقدم الأخ حسين مزيد المطيري اللي هو نائب رئيس المجلس البلدي، حياك الله يا أخوي حسين. الأخ العضو محمد ناصر طامي العجمي، والأخ العضو عبد الله سعود المحيلبي، والأخ العضو خليفة مساعد خليفة الخرافي. حياكم الله جميعا، وإحنا سعداء بوجودكم معانا في استوديو 500 في التلفزيون. يا أخوان، واسمحوا لي بالأول تكون قعدتنا كما قلنا في البداية صريحة وجلسة ديوان. يتردد ويقال ويكتب على أن الأخوة المنتخبين هم وراء كل ما يطرح من قضايا تخرق القانون وتغير كل التقليد اللي يجب أن يستمر في احترام القوانين، لسبب بسيط وهو إرضاء أبناء المنطقة، يعني باختصار من أجل قرض المصلحة الخاصة في انتخابك وإرضائهم مرة أخرى. فنبدأ فيك يا أخوي حسين، أرجوك أن ترد على هذا، واسمح لي أقول لك هذه التهمة. شكرا أخ أبو طارق، وأنا الحقيقة سعيد أن أكون أحد ضيوفك في هذا اليوم المبارك. لكن بما تفضلت فيه الحقيقة بالنسبة للمقولة أن البلدية أو المجلس البلدي ما وجد إلا للتجاوز أو للاستثناء، هذه مقولة غير صادقة أمانة. المجلس البلدي هو الحقيقة همومه هموم المواطن، وما وجد إلا لخدمة المواطن، وقراراته قرارات جماعية وليس فردية، ودائما يتداولون فيما بينهم الأخوان أعضاء المجلس البلدي بالاشتراك أيضا مع الجهاز التنفيذي كل ما يطرح من اقتراحات ومن مواضيع تتداول مع الأخوان في الجهاز والمجلس، ومن ثم نتوصل إلى قرار. ولله الحمد حقيقة في هذه المدة القصيرة للمجلس البلدي كل القرارات اللي أخذناها كانت بالإجماع، وليس حتى ما طرحنا ولا موضوع للتصويت، دائما الحقيقة بالإجماع تقر هذه القرارات. تعرف أبو طارق، يعني أمانة مثل أنا قاعد أقول أن هموم المجلس البلدي هي هموم المواطن الكويتي، وإحنا نتلمس المشاكل ونتلمس أيضا لها الحلول من خلال زياراتنا للدواوين ومن خلال الصحافة ومن خلال المنتديات الفكرية، ومن ثم تتبلور هذه الأفكار نصيغها إحنا كأعضاء مجلس بلدي سواء فردي أو جماعي، نقدم فيها اقتراح وبالتالي يعرض على المجلس البلدي. إذا كان هذا الاقتراح صائب أبو طارق
يقر، واذا كان خاطئ يكون عليه تحديد. انا بس اتمنى اسمع وجهات النظر. الاخ محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك اخ ابو طارق على استضافتنا في هذا البرنامج اللي نعتز فيه ولنبين راينا بكل صراحه. بدون شك. حسب ما تطرقت اخي العزيز ابو طارق بان الاعضاء المنتخبين، لان حدد هو واكد المنتخبين فقط، هذا صحيح، بانهم خراب للبلد بالمعنى الذي يريد الاخ. انا بقول له وين الاخوه او الكاتب، وين من سنه 86 الى 93؟ في ذاك الوقت لم يكن في مجالس، من 86 الى 93 لم يكن مجلس بلدي. ورأينا ما رأينا من تجاوزات صارخه. من؟ من الموجودين في الجهاز البلدي، سواء في الجهاز او ايام اللجان المعينه فيها كانت. وعندما اتى المجلس البلدي في سنه 93 وقف منتخب ومعين ضد اي تجاوز، وقفوا وقفه جاده، وقفوا مع مصلحه المواطن ومصلحه هذا البلد، ومحاوله منهم الى اظهار هذه البلد بصوره افضل مما هي عليه الان. ولا نقبل بهذا الاتهام، لاننا لم ناتي لاختراق القوانين، ولكن اتينا لاظهار هذه البلد بصوره جميله وبخدمه المواطن قدر الاستطاعه، بشرط ان لا تكون مضره على احد. تفضل اخوي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ طارق، أولا أحب أن أسجل حقيقة نقطتين هي إعجابي وتقديري لهذا الجهاز، وأقصد في جهاز الإعلام قيادة الأخ الوزير المبادر والمبدع، وأيضا ببرنامجك. تسلم. الحقيقة الصريح الذي دائما يطرح المواضيع الهادفة التي تلامس الناس. أما في قضية الأخ، ما احنا قالين الاتهام، لكن نقول هذه وجهة نظر وتحترم وفيها جانب الحقيقة من الصحة، ولكن أيضا لا في رد معين. أنا باعتقادي أن الناس عندما وصلونا إلى هذا المكان كانوا يتوسمون فينا الخير والإصلاح، وعندما وصلنا أقسمنا بأن نحترم الدستور والقوانين ونراعي المصلحة العامة. فهدفنا أتصور أن يجب أن تكون هناك في معادلة أو موازنة بين مصلحة العامة ومصلحة الناس. إذا قدرنا نحقق هذه المعادلة وهذه الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الناس. طب المصلحة العامة ما هي مصلحة الناس؟ قد تكون تتعارض، يعني في بعض الناس، أنا أقصد طبعا الناس ككل، الناس أجزاء. في ناس لهم مصلحة خاصة بأنها تتعارض فعلا مع المصلحة العامة لأنهم لأهداف خاصة. ولكن احنا دورنا أنه يجب أن يكون هناك في توافق معين، يعني نتيجة لظروف معينة أو لضغوط معينة، يجب علينا أن نحاول نوفق فيما بين هذه المصلحة، ولكن بالتالي المصلحة العامة يجب أن تكون هي السائدة. أشكرك. أعتقد رأي الأخ خليفة، وأنت عادة بتطلع لنا صواريخ، خلنا نسمع. هذه عادة مو بكذي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية الحقيقة برنامجك عادة ابو طارق يدوده الواحد، ما تخلي الواحد ياخذ راحته الحقيقه بحكم. بس لا انا هالمره ما راح الحقيقه هي. انا اذا بس تحملني انت والاخوان شويه والمشاهدين في موضوع مثل هذا حي وحساس، عندي الحقيقه نقاط ودي ابينها لكم. يعني هناك ثلاث محاور بركز عليها في موضوع ما يتعلق في التجاوزات والتعديات على املاك الدوله. انت دخلت في الموضوع ما رديت على سؤالي الاول. اها فقط في التهمه. في التهمه اي عفوا، بعدين حندخل التهمه بقى. التهمه تبي الصحيح فيها الكثير من الصحيح، فيها الكثير من الصحيح. اي هذا عكس ما قلت. يعني علشان اكون وياك واضح وصريح، احنا ناس سياسيين، والسياسي هو بالنهايه شعبي، انسان شعبي، وعلى حسب نظرة منطقته أو ناخبينه أو المواطنين اللي ساكنين عنده تقييمه يتم على هالأساس. يعني أنا الحقيقة أيضا أتفهم، ومع العلم أختلف اختلاف جذري بالشكل والمضمون كامل مع طرح الإخوان، ولكن أتفهم هذا اختلاف، أتفهم ظروفهم وطبيعة القضايا في مناطقهم وطبيعة ناخبينهم. مناطقهم يعني منطقتك تختلف عن منطقتهم؟
إلى حد ما بحكم طبيعة ظروف كل منطقة لها طبيعتها الخاصة. كذي؟ وهذا واقع، يعني احنا أيضا لا نتجاوز الواقع، يعني أيضا حكمنا واقع. احنا تطلعاتنا أول شيء، أنا كنت بداية، أنا كنت بدخل في الموضوع بشكل عام، لكن لا لا تدخل أرجوك، بس الحقيقة ما تفضل في أحد الأخوان أو أنت أو غيرك، احنا في دولة ديمقراطية، ولكل الحق لكل مواطن بالدستور أن يبين وجهة نظره مع النقطة هذه ضدنا. هذه لله الحمد، هذه نعمة الله لا غير علينا فيها، وهذا الحقيقة. أخوي خليفة، بس خلنا وقفك هنا عشان أخذ تعليق. أنت الحين دخلتنا في قضية الديمقراطية. الديمقراطية هي معناتها مؤسسات. أي نعم. ديمقراطية معناتها القانون هو كل شيء. أي نعم. والديمقراطية هو في بلدنا هو المجتمع المدني اللي فيه مجالس. عدل. وإذا المجلس أو عضو في المجلس من أجل أبناء منطقته خالف القانون، إذن أي ديمقراطية تحكي عنها أنت؟ لا، أنا قصدي بالبداية عن ديمقراطية، عن موضوع اللي نتكلم عنه، أن أحد الأخوان أنك تسولف. لا لا، أن بين عنده ملاحظة في أحد الكتاب الصحفيين، ونحترم وجهة نظره. ما لها علاقة باللي كتبت. لا، هذه الأخوان كانوا يرددون على الكلام، إن الملاحظة اللي انقالت هو هذه انكتبت صحيح. إيه، فكلمك إنه كانوا يردون، هذا نعتقد هذا حق ديمقراطي وحق الدستور كفله، وهذه أنت ميز فيها. ما كنت تتكلمنا هذا الموضوع، كنت مخليه حق بعدين، حق اللي أبين لك إياه. بس لي الحقيقة مداخلة عشان ما تتجاوزها. واقع فعلا الناس اني قاعد ترضي جماعتها بقدر الامكان، ونساير، لان بيني وبين، انا ماني عارف شلون افرق بين الموضوعين الحقيقه. انت قاعد تقول زين، خلينا ندخل بالموضوع وريحك. اي يعني انا الحقيقه خلينا ندخل بالموضوع وريحك. اي هذه مقدمه لنثبت حاله. القضيه اللي الان موجوده على الساحه ومعروفه، وهي قضيه التجاوزات. نقرا بالصحافه كذلك محاضر الجلسات، نقرا تصريحات المسؤولين في البلديه. المسؤولين في البلدية واضحة جدا، من الرئيس إلى الجهاز التنفيذي في الإدارة، يقول نحن مستعدون ولن نسمح، وجراراتنا ذاهبة، وبنروح نزيل ونشيل، وهذه الوعود. وفجأة نجد أن المجلس البلدي قال لا 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 لا. في هذا الجانب يبحث الأمر، وهو التجاوزات اللي صايرة هالحين، وبالذات في قضايا المناطق السكنية الخاصة. أخ محمد، أعطنا رأيك في هذا الموضوع. والله عارف أبو طارق أن مثل ما تفضلت أن الجهاز صرح وتكلم بإزالة هذه التجاوزات اللي يسميها تجاوزات الآن موجودة، لكن أبو طارق احنا أجلنا فقط التجاوزات في السكن الخاص. احنا ليش نهمل فترة طويلة ونصحى بعد 20 سنة أو 15 سنة لا نرى أمامنا إلا الجرافات هي الحل الوحيد؟ يجب أن نجد حل لهذه المشاكل تحت أنظمة وشروط وضوابط منظمة. أنت تعالي بالسكن الخاص، خلنا نتكلم عن الحدائق والمظلات والخيام. إيه؟ أنت لما تعطيه الآن ترخيص بحديقة، وتعطيه ترخيص مظلة، ويقوم هذا الشخص ببناء خيمة كديوان له، صدق هذا الشخص لم يبني هذه الخيمة من عبط، ولكن من الحاجة الماسة لهذه الخيمة في داخل هذه الحديقة. والسبب الرئيسي أن 3/4 السكن الحكومي إلا الموزع قبل القرين، منطقة القرين، كل مساحاتها لا تزيد عن 250 و260 متر. هل هذا البيت اللي 260 و250 يكفي لعائلة عدد أفرادها لا تقل عن 15 أو 16 أو 18 فرد؟ وانت عارف أن الديوانية هذه عادة من عادات الكويت ملتزمة فيها، فهل هذا الشخص يهيئ داخل بيته ديوانية لحظة خلينا نكمل الرجال يهيئ داخل بيته ديوانية ويحرم باقي أولاده وأفراد أسرته من الراحة النفسية داخل سكنهم، أو أنه يريح أفراد أسرته ويحط بهذا المكان في داخل حديقة اللي عنده ترخيص خيمة، ويا أخي تعال ضع ضوابط لها، اشرط عليه رسوم، خل المواطن يدفع رسوم. أما باقي التجاوزات الأخرى
احنا مع ازالتها. زين، انت سقرت الموضوع الى خيمه واستمريت في موضوع خيمه، لكن ممكن نكتشف الخيمه هذه ما هي خيمه، حرد ان شاء الله او هم حيردون عليك. تفضل اخوي عبد الله. والله ابو طارق، موضوع الطرح اليوم قضيه التجاوزات، يعني الحقيقه انا لما اسمع كلمه تجاوزات او تعديات طبعا افهم من اول وهله ان في هناك تعدي على املاك الغير او خروج عن المألوف، وهذا الحقيقه امر ما هو مرغوب فيه. التجاوزات اللي موجوده الان قد يكون فيها نسبه من الصحه وانا اتفق معك فيها، ولكن هذه النسبه يجب ان تعالج، وبنفس الوقت يجب ان لا تترك، لان اذا تركنا القضيه ان الكل يتجاوز اصبح مثل ما قال اخواننا اهل الشام حاره كل من يدول، وهذه الحقيقه ما نبيها احنا. احنا في قوانين يجب ان اذا كانت هناك مشكله يجب ان تقنن هذه المشكله، يجب ان تحجم هذه المشكله بالاساس ولا نتركها، يجب ان نحجمها حتى لا تنتشر، وبالتالي نضع لها حلول معينه حتى لا يكون هناك افراط، يعني لا ضرر ولا ضرار على المواطن. تفضل اخ حسين. حقيقه انا اختلف مع الاخوان في قضيه التجاوزات. انا اقول ان ما في هناك تجاوزات في السكن الخاص، ما في تجاوزات. طبعا ابو طارق تعرف الخيمه والدواوين اصبحت جزء من عادات وتقاليدها الكويت، سواء داخل المنزل او بحدود الحديقه. كون الحديقه مرخصه من الاولى ايضا انه يضع فيها اللي هي طبعا جميع الزهور والاشجار، ومن حقه ايضا انه يضع فيها خيمه. خيمه تعطي منظر جمالي ويتمتع فيها هو وزواره. وايضا البلديه مصرحه في الخيام من شهر 12 الى 30/4 من كل عام، يسمونها خيام الربيع، سواء خارج في البر او داخل حدود العقار والمناطق السكنيه. الموضوع اعطي اكبر من حجمه وضخم حقيقه، لكن بالنسبه للانظمه والقوانين واللوائح في البلديه محترمه، سواء من الجهاز ولا من المجلس البلدي. لكن هناك في وجهه نظر من الاخوان اعضاء المجلس البلدي، هناك في معالجه من اعضاء المجلس البلدي، وهناك ايضا في تصور من الجهاز التنفيذي يقدمه ايضا المجلس البلدي، ومن ثم تتبلور هذه التصورات كلها من المجلس ومن الجهاز. حقيقه انا اشبه كجناحين يطير فيهم الطائر، ونتوصل الى ما يرضي الطرفين، نتوصل الى ما يرضي الجهاز باحترام القوانين واللوائح والانظمه المتبعه، ونتوصل ايضا الى ما يرضي المواطن كونه صاحب حاجه او كونه واقع الان، ويجب الحقيقه ان نحترم هذا الواقع وأن نتعامل معه كما هو عليه، ونحاول بقدر ما نستطيع أن نتوصل إلى حل مرضي للطرفين. أستاذ خليفة. الحقيقة بس أنا في البداية بودي أن قبل أدخل في الموضوع بيّن العضو المحترم، وأنا الأمانة الحقيقة الحمد لله يعني علاقتي ويا الأخوان يعني الحمد. الأخ نائب الرئيس أرجو ذلك أبو ناصر أو الحقيقة أبو فهد دائما فيها تقدير واحترام، والناس الأمانة بعد هم هذه فرصة الواحد يبين إخلاصهم ودورهم واهتمامهم في المواطنين، وتعلمت منهم الكثير الحقيقة. نعم. تعلمت منهم أمانة شلون أهتم في المواطن حتى في قضايا الشخصية، أو يعني كنا نرى الأمور بشكل معين عام أو قوانين أو أنظمة، لا المواطن أيضا له احتياجاته له مشاكله. فالحقيقة من خلال الجماعة واهتماماتهم في قضايا المواطن المباشرة تعلمت الكثير منهم الأمانة، يعني هذا الحقيقة الواحد يشوف دائما الجانب هذا ويذكره. تفضل. لو اني اختلفت وياهم في وجهات في بعض وجهات النظر. الحقيقه تفضل الاخ ابو ناصر بما يتعلق في اللجان السابقه. نعم. انا باعتقادي اللجان السابقه، اللجان الفنيه اللي ما هي عن طريق مجالس البلدي، ادت دور مساوي الى كان بعضها الحقيقه افضل بعد من بعض مجالس البلدي. وهذا التاريخ وهذا مثبت الحقيقة، وهذه ما هي عملية وجهة نظر، في أداء وفي عمل وفي يعتمد. لكن حنا مشكلتنا الأمانة يعني ترجع إلى بنادم، يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لطلب ثالث. بنادم في الطمع في حب الاستزادة، يعني شوف واديا من ذهب يبي ثالث، آمنت بالله يعني شوف شلون طمع بنادم. فالإنسان ضعيف في كل دول العالم، ولذلك في قوانين، ولذلك في ضبط وربط. بالضبط الحقيقة. طيب وين احنا من هذا الضبط والربط؟ وبنفس الوقت بنادم خواف،
يعني اذا انت يعني اذا الود وده كل واحد وده ياخذ الكويت كلها، لكن اذا حكمته بانظمه وباسس ذل شويه وخاف، وهذه صارت القوانين خصوصا اذا ببلاش. سبحان الله، مال بلاش يقولون مطلوب يعني، او مثل ما قال من امرك من نهاني، يعني موضوع الحقيقه عندنا نقاط. الحين وينك من التجاوزات؟ التجاوزات انا عندي ثلاث محاور بتكلمها. اول شيء شنو دورنا وهدفنا كاعضاء مجلس بلدي في حكمه هذا؟ انا الحقيقه بس يمكن الاخوان المشاهدين يشوفونه، اللي هو قانون مجلس البلدي 15 لسنه 72. هذا قانون في انشاء المجلس البلدي، والقانون هذا بين شنو مهام دور المجلس البلدي بما يتعلق في موضوع اللي احنا نتكلم عنه. بمعنى احنا دولة مؤسسات، ونفتخر اننا دولة مؤسسات، ودولة مؤسسات تقوم على اسس بقوانين يعني. فمهام المادة 20 من قانون المجلس البلدي حاطة مهام المجلس البلدي شنو. ثانيا هذه أبد ثاني مادة هذه أو ثاني بند في المادة، اللي هي دورة تجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالإعلانات وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها. فهني مبين دورنا الأساسي والرئيسي نجمل، هذا أساس وشيء مهم. بس ما قاعد انت تجمل كثر ما يجملون الاهالي. الحقيقه التجميل بشكل المطلق اتكلم انا، يعني انا الحقيقه هذا موضوع طويل، لكن مثل التلفزيون طاش مسوي لكم ورد. اي هذا صحيح، هذا الامانه الحقيقه فعلا الواحد يحس اصلا بسعاده يعني قاعد شلون؟ هذا يبين اهميه الحدائق داخل الكويت. اكيد والخيمه. لا هذا شيء رئيسي. فهني دورنا احنا. تفضل. دورك شو يسوي؟ يمنع؟ يوافق؟ شنو الدور؟ دوري اني احارب كل شيء ضد تجميل البلد مهما كان السبب. انا مو شغلتي انا يا اخي، انت قاعد تشوه، ما عندك دوانية، عندك مشكلة، هذه قضية ثانية مو قضيتي، انت قاعد تشوه البلد، ارجوك شيل التشويه هذا. هني نفس اللي يجيني مثلا ارمله ولا انسانه عندها مشاكل او رجل راعي عيال، نعم. قال لو تكرمتوا ابي تحطوا لي في بيتي، وهو في منطقه من ضواحي الكويت، قال ابي دكان وانا فقير مسكين وانسان. صح انت فقير والله كاسر خاطري، واذا احاول اقدر اساعدك بقدر امكان امكانياتي، لكن في حاله اعطائك دكان في المكان هذا يشوه المنظر امنيا، قلط، احنا نتطور. خليفه، هل الخيمه اللي تحدثوا عنها الاخوان وبالذات الاخ محمد هو تشويه للمنظر؟ انا باعتقادي الشخصي لو احنا نقنن او نوافق على عمليه اعطاء او الموافقه على الخيام، نبي نمشي بالشارع بس نبي نشوف قدام كل بيت خيمه، شوف عاد اللي يجي من الخيمه من ناحيه حرائق، من ناحيه مشاكل، وشوف بعدين ايش تبي تنتهي لها الخيمه هذه، عرفت شلون؟ اخ حسين، هذه الخيمه هي خيمه فعلا كما اعرف انا الخيمه؟ نعم. الخيمه العاديه ولا القضيه اكبر من خيمه، فيها مكيفات، فيها شغلات ابو، واللي نسمعه يا جماعه الخير واحنا انا ما ادري ترى. وضحوا للناس الحكي اللي ينقال تعدت قضايا انها تكون خير. ابو طارق، حقيقه حكي الناس على ما قال وكاله ما يقولون هذه وكاله فاسده، حد اقول قال ما تنقل حقيقه الا يعني ما ندر من الصدق، زين، ودائما تضخم وتكبر المواضيع تعطيها اكبر من حجمها. هي فعلا خيمه، واحنا حقيقه في نظام يحدد هذه الخيام موجود في البلديه منذ سنوات قديمه، وفي اعلان يصدر كل عام من المدير العام يحدد ايضا الضوابط والشروط للخيام اللي هي خيام الربيع. احنا نقول طبعا الخيام اذا ما تحجب الرؤيه، طبعا هذه من ضمن الشروط، وما تعيق حركه الماره وتعطي منظر جمالي، اصبح انها فعلا
بالتالي تعطي الحقيقة منظر جمالي وتكون في داخل حدود الحديقة وتكون أيضا في ساحة ومثل ما تفضلت هذه الشروط. لكن والله تجيني مثلا في خيمة موجودة ما بينها وبين الكربستون تقريبا حوالي 3 أمتار أو تحجب رؤية أو تعطي منظر غير جمالي، إحنا معاها نقول هذا يشوه المنظر العام وبالتالي إحنا ما نوقف معاه. لكن غالبية الموجود الآن وأنا حقيقة من خلال زيارات الدواوين بطارق بعض الخيام أمانة لما تدشها تفضلها على المساكن، تفضلها على البيوت، يعني حقيقة طرازها وديكورها وأيضا منظرها الخارجي ومنظرها الداخلي، وتعطيك أيضا الحقيقة يعني متعة في الجلسة. فأعتقد أن كلام بمساعد طبعا في محله، وبمساعد حقيقة يعني من الأخوان الأعضاء اللي دائما ما يجام لحد، وعلى ما قال فريد حمزة ثاير لكن احنا دائما نتحاشى ما ندخل معاه ما ندخل معاه في الصدام لأنه أخو عزيز وحقيقة مساعد وأفكاره كلها جيدة. لكن أنا أختلف معه بالرأي بأن إحنا حقيقة نحرص على المظهر الجمالي والخيام تعطي مظهر جمالي، وأصبحت أبو طارق مثل ما تفضلت هي جزء الآن من عادات الكويت ويجب أن نضع لها ضوابط وشروط ومعالجة تضبط هذه الظاهرة. تعليق من الأخ عبدالله. والله أبو طارق قضية الخيمة أنا يعني أشبهها يعني كأنها حاجة الآن أصبحت لدى الكويتيين، لكن مو على أساس أني أنا محتاج أخرب شيء. أنا بأول شيء أقول أنه يجب علينا أن نحدد شنو مطلوب من الخيمة، يعني شنو نوعية الاستغلال، مواصفات الخيمة أو لا شنو نوعية الاستغلال الخيمة. قد يكون هذا مو موجود، لا قد على سبيل المثال يعني أنا قد أحط لي خيمة لديوانية مثل كشرواك يحضرون كل ليلة مثلا بساعات معينة زي. ممكن تكون هذه الخيمة 24 ساعة ناس قاعدين فيها ومو في ما فيها ناس خلينا نقول متكاني، يعني غير نقول تستغل بطريقة أيضا أخرى، يعني فهذه خيمة وهذه خيمة، ولكن هذه تستغل كديوانية وهذه مصدر إزعاج طول النهار. عرفت بطارق شخصي؟ يعني ما فهمت. لا يعني قد يكون في بعض الناس يضع له خيمة لأنها ديوانية ماشي، يعني نعرف وقت الديوانية مثلا بالليل مثلا، ولكن في ناس يضعون خيمة يعني طول النهار فيها، وهذا متفقين معاك انها ما هي خيمه. انها مو خيمه متفقين. نعم متفقين. وطبعا الخيمه انا اعتقد انه يجب مراقبتها ومعرفه بالضبط شنو الاستغلال اللي حاصل فيها الان. هذه شغله. والشغله الثانيه انه يجب ان تكون لها مواصفات. أي. يعني لا يجب ان مثلا نقول والله خيمه طولها 20x10 مثلا، هذه ما صارت خيمه. الخيمه يجب ان تؤدي غرض معين بمواصفات معينة بشكل معين بحجم معين بموقع معين، لا يجب لا تعيق المارة. هل أحد منكم يختلف على أن فليكن خيمة بحدود بمواصفات بانضباط برقابة أي شيء يتعدى هذا تزال؟ إيه لا لا هل لا لا مختلف؟ لا تقصون علينا. شوف الخيمة خيمة. إيه نعم صح. والخارج نطاق المبنى هو خارج نطاق المبنى. عرفت شلون؟ وبيكون شكل احنا حاطين الأنظمة في دول العالم. انا والله العظيم يا الحقيقة ابو طارق والاخوان افتخر في دولة مثل عمان كإنسان خليجي عربي، هناك تطبيق النظام الحقيقة من افضل ما يكون. افتخر في دولة مثل ابو ظبي لما يسهلون الناس ويجملون ويطورون الحقيقة، يعني ما نحسدهم ولا نتغبطهم، بالعكس نفتخر فيهم، احنا نقول لهم ان شاء الله بزايد. يا ابو طارق يعني الامانه انت لك اسلوب في اداره الحوار، ولكن الحوار يرتبط بعضه ببعض. احنا اول شيء شنو المشكله؟ ها؟ وشون هل ندخل مشكله بمشكله وشون الحل؟ يعني هني يا جماعه ماني فاهم خليفه ايش تقصد؟ يعني شلون انا اللي قاعد يعني ما يمكن رددوا الجماعه، في بعض الاحيان يصير ربط بين مواضيع. ني نقول شويخ الصناعي الشاليهات، عرفت شلون؟ او والله فلان انت ليش تبو قاليا هذاك بايق ملايين، عرفت شلون؟ ما حد قال الحين في الجلسه الكلام. انا قاعد استدرك الحقيقه ان عندنا قضيه واضحه لا نحاول نلف وندور عليها. تفضل. قضيه انا ايضا لي ناخبين ولي ناس اعزهم وناس من جماعتي الحقيقه عندهم خيام ويوصوني على خيامهم، وعندي في المنطقة الحقيقة مجموعة من المواطنين أو غير منطقة الحقيقة، وللأمانة حنا ويا أهل الكويت ككل. بس
بالنهايه احنا نقول حتى يمكن مثل انا ما عرفت والله مثل الحقيقه ابو علي اللي قاله، بس انا بثور وبرمي كل شيء غلط ومع كل شيء صح، ولي كل الفخر الحقيقه واني دائما بمشي على الشيء هذا. الناخبين ارضاهم صعب للامانه اقول لك، مو كلهم لكن بعضهم يبيك تمشي وياه في اي شيء يبي، حتى لو كان غلط، حتى لو كان له ظروفه. فانا الحقيقه شخصيا مع كل كويتي باي من كان بالكويت، اذا كان مظلوم ماني معاه، اذا مع التجاوز. بس ان الـ لما نيجي حق الحل اللي الجماعه اللي يقولون عنه، حل القضيه ما هي في عمليه اني اخليها بشكل حلو ولا جميل. يا اخي اذا انتم كمجلس بلدي ترون ان هؤلاء مساكنهم صغيره، خلاص يا اخي ليش انتم من الحين حاطين 400 متر؟ حطوا من الحين تقسيمات اللي جايه 1000 متر كل بيت، وخلوا يسوي ديوانيته. اذا كانت عندنا شيء حيوي انت تجمل. يا ابو طارق اجمل دوله بالعالم في ضواحيها الكويت، يعني كلنا درنا وشفنا. حتى بعض الدول الخليج اللي يقولون والله فيها، نعم فيها تسويق ومجمعات تجاريه، صحيح ان عندنا عاصمه قبيحه ولكن الضواحي جميله جدا، فليش نسويها ونأخر الكويت؟ يا اخي هني عندك وضع جمالي معين، عندك مشكله ما تكون انك تقنن المشكله وتخليها واقع، انت تحلها في اساليب اخرى، انك تقول والله لقينا ان المواطن الكويتي المساحات هذه ما تكفي، اذا مستقبلا نزيد المساحات. اسمح لي بس انا خليني اوضح. طارق تفضل في مداخله عليك من ساعه يوم قلت الخيمه، وتسمع ان في بعض الاشخاص يحط الزوجه الثانيه، وان اعتقد ان الكويتي حريص على عائلته ولا عنده استعداد انه يضع عائلته وابنائه داخل خيمه، لان الحمد لله كل شيء متوفر الان، بامكانه ان يوفر سكن ملائم لهذه العائله الكريمه. لكن انا احب ان ابين احنا مع ابو مساعد نختلف بما يطرح الاخ ابو مساعد، ونحترم راي الاخ ابو مساعد، لكن حنا لما نطالب بهذا الوضع لا نطالب من فراغ، احنا نرى لدرجه ان اهل الكويت، معظم اهل الكويت الان متقيدين بالخيام وعاشقينها عشق لهذه الخيام كدواوين. والدليل على ذلك يا أخي أنا ما أكسر القانون، أنا أعد النظام، لما أعد النظام أعتبر نفسي أني كاسر القانون، أو أفضل أني أسيب على الطريقة بدون نظام. أيام الاحتلال للكويت، الاحتلال القاسم دولة الكويت، تذكرون ثلاثة أرباع الشعب الكويتي راح للسعودية، معظم الشعب الكويتي وضع خيام أمام مشاكلهم. احترمت المملكة إرادة الشعب الكويتي وكسرت القوانين والأنظمة لوضع الكويتيين الخيام لحالة طارئة. احنا ما نجي ونعدل الوضع الكويتي عندنا ونحاول نحطنا نظام يخدم ما في مضرة. أخوي محمد احنا اعتقد الناس لما تتحدث عن قضية التجاوزات واختراق القانون تتحدث عن ما هو أكبر من الخيمة. أنا شخصيا وانت تقول لي بحط خيمة ما فيها شيء بالنسبة لي، خصوصا إذا كانت النية بترتيب وتنظيم وضع خاص لهذه الخيم. أنا حكي عن احترام وهيبة القانون، أنا حكي عن قضية التجاوزات يجب أن لا تصير إلا بعد تسنين قانون يسمح لمواصفات معينة لا بأس. أنا حكي عن عدم إحباط الجهاز التنفيذي الإداري في البلدية اللي بيقوم في واجبه حسب ما ينص عليه القوانين، ولكن يعمل حساب المفاجآت من قبلكم. أنا يعني إحنا نتمنى أن حضراتكم تؤيدوا القانون وتكونون مع القانون بغض النظر عن رقابات شخصية محدودة. هذا هو المطلوب. لا اسمح لي ابو، احنا ما نحبط الجهاز التنفيذي ابدا، احنا مع الجهاز التنفيذي في اي شيء يقوم به ونراه. محمد تفضل. الجهاز التنفيذي يقول هذا تصريح من المسؤول احمد
وش اسمه؟ الصبيح. الصبيح شو يقول؟ الأخ أحمد الصبيح يقول إن احنا هني تشميع وتسكير جميع المحلات المخالفة وغير المرخصة في مناطق السكن الخاص، وثم نفاجئ من باشر يقول لك جمد هذا القانون إلى بتصريح آخر، طبعا في رأي الرئيس هنا يؤيد، وفجأة في بعده في المجلس البلدي تأجيل إزالة التعديات في السكن الخاص. اسمح لي بطارة احنا ليش بطارة لحظة أبو، ليش إنه قال تأجيل؟ هذا في قرار من المجلس البلدي طال عمرك في أول جلسة، وكان الأخ أبو مساعد مصوت مع هذا القرار. لا لا لا، مع القرار لا، في أول جلسة أبدا، في أول جلسة أبدا، كل المجلس مصوت أبدا. شيل واحد والأخ محمد لاري ما صوتنا القرار، شيل أنت وأحمد لاري 14 ما يقارب عضو مصوتين بإزالة بوقف إزالة الحدائق ولا شو اسمه، يأتي الجهاز التنفيذي ويخترق القانون، هذا لا يجوز. لا 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 حقيقة أبو طارق، اسمح لي أبو طارق بس عفوا لك عبد الله تفضل. أبو طارق هو طبعا أنا أعتقد أن أساس العمل هو الصبر والقوة. نعم. فمتى ما استطعنا أن نتحمل المسؤولية بصبر ونطبق القانون بقوة، وإلا الأمور راح تكون سايبة ولا يحمد الله العقبة. نعم. لأن من أساء من آمن العقوبة حقيقة أساء الأدب. أنا أعتقد أختلف طبعا مع الأخوان، ما في قانون ولا في قرار من مجلس البلدي بإزالة بوقف إزالة التعديات بأيا كانت، وإلا احنا طبعا نقضنا اليمين التي أقسمنا عليها. أنا ما أعتقد أن هناك في قرار صريح، وإذا كان الأخوان عندهم قرار فياريت الآن يحضرون لنا على الهواء مباشرة أو ممكن يقدمون لنا. لا، هو طبعا العملية عملية تنظيمية، يعني أنا كجهاز فني، وإحنا طبعا مع الأخوان في الجهاز الفني، إحنا مثل ما قال الأخ نائب الرئيس إن إحنا جناحين لطائر واحد. طالما أن المجلس التشريعي اللي هو طبعا المجلس البلدي يساعد الجهاز الفني اللي هو الإدارة الآن بوضع لوائح وقوانين سهلة تطبيقها، حتى سهلة تطبيقها، فأعتقد إنه راح ينجح في تطبيق اللي هو الجهاز الفني. لكن إحنا كيف نطالب الناس، كيف نطالب الناس بتطبيق قوانين واحترام لوائح، وفي الجانب الآخر في تجاوزات كبيرة أنا باعتقادي ليس لها ضرورة. يعني على سبيل المثال أبو طارق، لما تكون هناك تجاوزات في المناطق التجارية والاستثمارية، هل باعتقادك هي أولى من السكن الخاص؟ أنا باعتقادي هي أولى. فإحنا يجب علينا في البداية نبدأ في المخالفات الصريحة، يعني على سبيل المثال إذا كان هناك صاحب محل 20 متر 4 ب 5 مثلا في منطقة تجارية، وما ندري إلا حاط له كيربي وماخذ له مثلا 60 متر بعد زيادة، هذا المحل أجاره مثلا بالقيمة الفلانية والآن أخذ 60 متر زيادة، فكيف يعني نسكت عنه؟ هذه شغلة. أيضا بالاستثماري مسكر مثلا معلق مثلا معين بطريقة غير مرخصة، أنا لا أتكلم إلا عن الناس اللي غير مرخصين، أما اللي مرخص انتهى دوره. وبالتالي نأتي إلى السكن الخاص. أما قضية أن هناك قرار من مجلس بلدي رسمي أو التجميد كما ذكرت الصحافة، لم يكن هناك أبدا أي قرار مجمد، بالعكس إحنا نشد على الإدارة ونقول لهم تعالوا نحاسبكم ليش ما طبقتوا. ولكن المشكلة أبو طارق اسمح لي لو سمعت طول شوي، هو قضية تقاعس بعض المسؤولين زين، أو تساهل في تطبيق بعض المسؤولين في تطبيق بعض القوانين. طبعا هذا أعطى فرصة لقلة من الناس أنها تدخل من هالجانب هذا وتحاول تكون لنفسها مصالح خاصة، وأصبحت هذه المشاكل وهذه المصالح الخاصة أصبح لها كيان سياسي واقتصادي واجتماعي لها تبعات، وبالتالي يكون في نوع من الصعوبة حتى في أو صعوبة في قضية التعامل معها، فيجب أن نكون حذرين. تفضل عندك تعليق حقيقة، بس أنا أريد أن أصحح الأخوان، هو القرار صدر في أول جلسة للمجلس البلدي بإيقاف إزالة الحدائق فقط وليس التجاوزات. أبو طارق بالنسبة أنا حقيقة يعني أختلف معك في الرأي في قضية التجاوزات، وإذا وجدت التجاوزات والجهاز عنده علم بهذه التجاوزات ولم يحرك ساكن، فالمصيبة ليست في المجلس البلدي، تكمن حقيقة في الجهاز. الجهاز عنده نظام وعنده لوائح وعنده حقيقة قرارات تجيز لها التحرك بدون الرجوع للمجلس البلدي في التجاوزات. التجاوزات هناك في نوعين للتجاوزات، احنا لازم نفرق ايضا مثل ما قال الاخ عبد الله، الاستثماري والتجاري هذا يكون طبعا له وضع وله معالجة
وأعتقد أن الجهاز الآن بلش وبدأ في قضية إزالة هذه التجاوزات، والسكن الخاص أيضا له وضع آخر، والآن المجلس والجهاز قاعد يعمل دراسة على وضع حل لهذه الظاهرة. طبعا حقيقة في فرق، أيضا في فرق بين من يتجاوز ويستثمر هذا التجاوز يكون عنده مردود مادي، ومن يتجاوز ويصرف على هذا التجاوز، يعني هناك في فرق فعلا. أنا طبعا لما يجيني واحد عنده استثماري وتجاري ويتجاوز على ملاك الدولة ويتعدي على أراضيها ويستقل هذا الموقع لاستثمار ويدر عليه أرباح مالية، أنا أقول له فعلا يعني يجب الجهاز أن يتحرك فوري. لكن لما يجيني واحد حقيقة ويتجاوز في السكن الخاص، ما اعتبره تجاوز لكن ممكن أن يضع له مثل ما تفضلت الآن اللي هي جل حديثنا الخيام أمام المنازل، ويصرف عليها من دم قلبه بحدود 3000 إلى 4000 دينار، ولا في مردود مادي يتقضاه من خلال هذه المبالغ اللي صرفها، ألا اللهم مجرد جلسة وزيارة لأحد أصدقائه ويتمتع فيها في هذا الجو. احنا نتحدث عاطفيا وليس قانونيا. نعم. وأصول. نعم. انت الآن صرف وخيمة وابن الحلال يقعد فيها وخله يستانس. نعم. هذا قضايا عاطفية. نعم. واحنا مشهورين في هالجانب، بس هذه جزء الحقيقة يعني من ما قاعد نتحاور فيه. تفضل اخ خليفة. الحقيقة قبل بس لا بلش في بعض طرحي، بودي استقل فرصة البرنامج وأشكر رئيس المجلس البلدي والمدير العام وجهاز البلدية، مو بس على دورهم اللي قاعدين يسوونه، على أيضا التسلسل اللي سووه، حركة ذكية جدا. أول شيء بدوا في عملية تجاوزات الاستثماري والتجاري علشان ما يقولون ان هذول يستقلون يطلعون فلوس والشغلات هذه كلها، وبعدين بيبتدون في تجاوزات السكن الخاص بحيث ذيك الساعة ما في حجة. فهذه حركة ذكية جدا، انا شكرت. ولكن بنفس الوقت اذا تسمح لي الاخ طارق ايضا انبه، ولا اقول اهدد، انبه الاخ رئيس المجلس البلدي والمدير العام والجهاز البلدية بانهم اذا تقاعس المرة الثانية وشفنا هذه الأخطاء عقب شهر شهرين ثلاثة يردون مرة ثانية على تجاوزاتهم، فأنا الحقيقة بتحرك على إقالة الرئيس والمدير العام، إقالتهم، لأنهم ما قاموا بدورهم السليم. لو أنه قام بدوره سليم ما حد يتجرأ، إن كان مسؤول المركز اهتم، المراقب اهتم، مدير الإدارة اهتم، وإلا دليل أنه ما في لا رئيس مجلس بلدي ولا في مدير عام. فالحقيقة اللي قاعد يصير علينا مثل ما تفضل الأخوان، وينهم كل هالمدة؟ يعني البلدية صار لها من زمان، شلون صارت التجاوزات هذه؟ وين المراقبين؟ وين المسؤولين؟ وين المشرفين؟ نعم قال لك محمد، نعلم أن هناك مجموعة كبيرة منهم الحقيقة تشتغل، ولنا تقدير واحترام لهم، ولكن أنا بنتيجة. فيقول لك والله أنا تكلمت، اللي فوق والله قال لي وقف الشيء مثلا. فالحقيقة بودي أن أبين هذه النقطة بشكل واضح وصريح، بحيث أن دائما الناس مثل ما قلت لكم في البداية عندهم استعداد للتجاوز. لما نروح بلادين أجنبية أو بلدان أجنبية، ديروا بالكم لا تقطون، مثل ما قلت كم مرة أبو طارق في برامجك، لا تقطون الوسخ، ديروا بالكم لا تسوون شيء غلط. ليش؟ يدرون أن أي شغلة ممكن يروح فيها طريقة يعني يعقابهم قوي هناك. حنا هني لا، ما عليك، أصبح ما يخافون، ما يخافون يا جماعة، يا أبو طارق ما يخافون كلش، لا يخافون من مدير عام ولا رئيس مجلس بلدي ولا أحد. هذا الناس، الناس الناس، وأصبح الحق بعضهم، يعني ما أقول الناس كلهم، وأصبح بالعكس اللي يلف ودور هو الشاطر هو البطل، واللي ماشي بدربه مساكين هو المقرود هو المتوهق. فالحقيقة انقلبت أيضا المقاييس، قام الواحد يقول حق ولده، أولادي لف ودور ترى أبركلك، ترى اللي يمشي عدل اصلا مثلي مشيت سيده وراحت عليك، ولا روح العضو المجلس بلدي مشي لك الامور. اي انت ما عليك، يقولون كذي يا محمد ويونا انتخبناك. والله يا ابو طارق شوف الجماعه ذولي، انا اعرف داخليتهم، والله داخليتهم انا تدري قاعد، لا والنعم فيكم كلكم، والله داخليتهم يعني كل طيبه وكل نقاء وكل الحقيقه حب لهذا البلد، ولكن مشكلتنا يا جماعه هذا صاحب وهذا ولد عم وهذا صديق وهذا ريال تستحي منه وهذا قايم وياك وما تلام. انا جيت في البدايه كل ما يعني احد قلت ما يصير، لا ما يصير قانون، اشوف ذاك الصوب كل من قاعد يخلص ربعه، قلت لي شلون يوم اصلح يوم اخرب، خلنا اسويها، تعال عدا يوم انت يعني فيه. فالحقيقه هني اصبح انت كأنك شاذ في العمليه. فاما يكون هنا وضوح وقانون يطبق، وصدقني لو طبق القانون على الجميع ما حد يزعل لا كبير ولا صغير، مثل ما يصير
وطبق بالكبير قبل الصغير. زين انا اقولها. اشكرك اخوي عبد الله، ابس رايك وارجو ان يعلقون عليه الاخوان. احنا حكينا عن جانب التجاوزات المحدوده للسكن الخاص، وهذه مقدور عليها اظن في فهمكم وتعاونكم وقدرات تفكيركم واستعدادكم بان يطرح، وهذه ما اعتقد مشكله رئيسيه ومهمه حقيقه. لكن احنا نعتقد ان في مواقع الشق عود، في مواقع اخرى في الكويت، وانا اعطيكم الان على سبيل المثل مناطق مثل جليب الشيوخ تشابكت فيها التراخيص والفوضى من قطاع من قطاع استثماري الى تجاري الى خاص، وما تعرف رفيجك تلقى العائله في بيت ودار والقراج الحوش صح، والبديان طالع على كيفك وتعديات على كل شيء. صباح السال صباح الناصر، منطقه صباح الناصر نشاهد ان باستثناء كذلك من المجلس البلدي لظروف عدم وجود جمعيه، وانت ادرى هالسوالف منطقتك، واستمر الوضع مع وجود جمعيه، مطعم ونداف ودكاكين، صاحب البيت اللي عداله يصيح تكفون انقذوني صارت العزاب ومشاكل وكذا، ومستمره الحاله لاصحاب هذه البيوت اللي مستفيدين ماديا الله يرزقهم بس على حساب الاخرين، والوضع كذلك مستمر وبضغوط من جانب من جانبك يمكن لاستمرار هذا الوضع. نروح الى مناطق اخرى، يعني اذا القضيه مو قضيه مرتبطه يا اخ محمد في موضوع فعلا قطاع خاص او سكن خاص وكذا. ما هو تعليقكم على ما هو اكبر من ذلك؟ ما ادري مدام الحقيقه انت تطرقت لموضوع جليب الشيوخ، فانا اولى من الاخوان في اني ابعد الموضوع دائرتك عادل تفضل تكلم في البدايه. بالنسبه طال عمرك الموضوع جليب الشيوخ، طبعا المخالفات ابو طارق هي موجوده في كل العالم، وبنيه العالم حقيقه نقول 90% على المخالفات امانه، وهذا واقع احنا ما نقدر نتهرب منه. الحقيقه هو في مخالفات، انا ما انكر ان جليب الشيوخ ما فيها مخالفات، فيها مخالفات، والجهاز قاعد يعالج هذه المخالفات بشكل فوري ويومي. ولكن بالنسبة لموضوع صباح الناصر، صباح الناصر حقيقة في المجلس السابق أنا تقدمت باقتراح وعانون الإخوان جزاهم الله خير وأقروا هذا الاقتراح على أساس أن نعطي نسمح للمحلات القائمة سابقا نقرها ونضفي عليها الطابع الشرعي من خلال إصدار تراخيص تجارية لفترة مؤقتة، وإحنا حقيقة في قرارنا اشترطنا أن العملية مؤقتة وليست دائمة لعدم وجود جمعية في الوقت اللي احنا صدرنا. كانت الجمعيه ما هي الا عباره عن دكان ولكن بشكل اوسع، لكن ما توفي باحتياجات المواطن. نعم. احنا حقيقه اصدرنا هذا القرار على اساس ان نلبي رغبات المواطنين ونحاول نسهل عليهم احتياجاتهم من خلال توفير بعض الانشطه، بعض المحلات في باختلاف انشطتها. وبعد ما تكتمل الجمعيه وتنشا الجمعيه وتكتمل مرافقها في القطع كلها، القرار محدد اوتوماتيكيا البلديه راح تتحرك وتسكر هذه المحلات. فالعمليه مؤقته وليست دائمه. انا ارجو طالت بس لحد الان الجمعيه طال عمرك لحد الان الجمعيه ما اكتملت مرافقها، والى الان الجمعيه السوق المركزي حتى اعتقد انه ما باشروا العمل. بعد البرنامج راح اعطيك الفاكسات اللي وصلت من العارضيه ومن صباح الناصر ومن جليب الشيوخ يشتكون عكس، يقولون زاد حد هذه التجاوزات ونحتاج انقاذ من البيئه الضوضاء الاقامات والمشاكل الامنيه الغير طبيعيه في المنطقه. يعني القضيه مو قضيه بس لقمه عيش. تفضل اخو محمد. اخو ابو طارق ما في شك ان في تجاوزات في جليب الشيوخ، ما ننكر هذا الشيء. وبالنسبه لصباح الناصر أقر المجلس السابق أعتقد بفتح عدة محلات لعدم وجود الجمعية. نعم. إذا أن الجمعية خلصت جميع الفروع انتهت، هذا الشيء راجع للجهاز، مفروض أنه يرفع للمجلس الجهاز. أي الجهاز مفروض أنه يرفع للمجلس بأن الجمعية وفروع الجمعية انتهت حتى يأخذ المجلس رأيه هل يجدد لهؤلاء الأشخاص أو يلقي الترخيص. نعم. لكن انت لما تجيني لجليب الشيوخ وتقول لي فيه تجاوزات محلات، معترفين ان فيه تجاوزات، لكن هل يوجد تجاوزات اكبر من هذه التجاوزات؟ اي هذا هو السؤال. هل يوجد تجاوزات اكبر من هذه التجاوزات؟ انا المواطن لما يجيني
يشتكي على جاره ويقول والله فتح محل هنا بالسكن الخاص هنا، انا اعترف انه متجاوز، لكن ابو طارق هنا لما يجيني صاحب البيت ويقول لي فعلا انا متجاوز، لكن اذا فيك خير انت ولا مجلسك روح للشويخ. متجاوز من السور للسور. اي شو اقول له انا؟ هالحين الان ابو سعد موجود، اذا بيصوتون من بكره على ازاله تجاوزات الشويخ الصناعيه والمناطق اللي خارج التنظيم حتى اقنع هذا المواطن الفقير. انا اول واحد باكر اصوت على ازاله تجاوزات الشويخ. عبد الله شفت لحظه ابو طارق، حتى قضيه الشويخ نسمعها دائما هذه لحظه. أنا أول واحد. اذا قدروا ان يسكرون هذه او يزيحون هذه التجاوزات في منطقه الشويخ وفي مناطق خارج التنظيم، صدقني بالله احنا من بكره في معاهم في ازاله اي تجاوز داخل السكن الخاص. اخوي عبد الله لك تعليق على هالقضيه اكيد. والله طبعا هذا موضوع حساس والجماعه تطرقوا يمكن تشعبوا في الموضوع. انا باعتقادي الاساس ان اذا كانت هناك تجاوزات او يعني مخالفات في اي منطقه ايا كانت في الكويت، احنا يجب اولا ان لا نفرق بين المناطق، وهي كلها ولله الحمد تحت سيطره حكومه واحده، يعني هذا المفروض، وقانون واحد. لكن اذا كانت هناك تجاوزات في منطقه يجب ان لا تكون اساس وحجه لان نصبغ البلد ايضا في تجاوزات اخرى، يجب ان نحجمها. انا اتفق مع الاخوان اذا قالوا والله شيخ قد يكون فيها تجاوزات او قد يكون فيها تغيير في قصه استعمالها، يعني قد يكون هذه القسم وزعت في وقت من الاوقات وكانت تؤدي ايضا غرض، وكان الناس حطوا حلالهم حطوا كل ما لديهم وكانوا يؤدون غرض في فتره من الفترات. والان اذا كانت هناك يعني تغيير في موضوع الاستغلال فيجب ان ينظر هذا. لكن في السكن الخاص التجاوزات بالفعل سواء كان في جلب الشيوخ او اي منطقه بالفعل هذه تجاوزات. هذا اذا احد من الاخوان في المسؤولين وقف وقال انت يا فلان او انت يا مجلس البلدي اوقفت قراري فلها الحجه علينا. انا باعتقادي طبعا المجلس السابق ما كان لي شرف موجود فيه، ولكن اذا كان هناك بالفعل مثل ما طرقت ابو طارق ان في قرار بالسماح بصباح الناصر فتح محلات، يفترض ان هذا القرار يحدد ويطبق ايضا على المناطق الاخرى. يعني على سبيل المثال انا اعطيك على يعني خلينا نقول عن منطقتي مثلا، منطقه سلوى هي فيها محلات سكن خاص، ولكن هي طبعا بالقانون او على حسب التنظيم انها هي سكن خاص، لكن اللي حصل هي سكن خاص. لا بالله حتى هني بالضاحيه يعني وبشكل في المكان بطارق وبشكل رسمي هذا حل الحكومه يربوك. الحكومه عفوا الحكومه مؤجره فيها مؤجره يعني بشكل واضح، وايضا فيها مجمعات تجاريه في اليرموك في الروضه نعم. في السره الحين صارت عمارات والبيوت، ما صار الحين واحد يأجر الطابق اللي فوق وتقول قبض النظر عشان ذي، لا صح. الحين شقق وبيوت يا جماعة الخير، ترى أنتم المسؤولين صح. احنا لما نيل جليب الشيوخ ونقول والله في تجاوزات، التجاوزات هذه تدرس اذا كانت فيها تنشيط وترويج اقتصادي وحركة وتسهيل ترخص تقنن تعطى تنظم، ما هي مشكلة. وإذا كان الخاص والسكن الخاص اللي يقول أنا الأخ محمد والجميع فليكن ينظم، إذا بس نظمونا حالتنا رتبونا أمورنا يا جماعة. يا أبو طارق خاصة منظمة الكويت من زمان ومحطوطة أماكن استثمارية إيه بس تراكمت يا وأماكن تجارية وأماكن صناعية وأماكن زراعية الحقيقة. بس الأمانة أبو طارق أول شيء صباح الناصر، شفت اللي يقولون صباح الناصر ما فيها جمعية من شنو الحكي هذا؟ عندك معلومات خطيرة. اي تفضل اي بين اي شوف ابو ناصر اطوف. لا الامانه يعني الكويت تم تنظيمها والجماعه مشاهدين وشايفين ويفخرون لما نطلع برا. يعني انا وافقت الحقيقه بعض الاخوان لما نطلع برا سواء مؤتمرات او زيارات لدول اخرى، شلون نحس بالفخر لما نتكلم عن بلدنا؟ يعني لما نشوف بعض بلادنا اللي حوالينا بيت يما بنشرتشي يما عماره يما ما ادري شنو، احنا هني تتميز ضواحي الكويت فيها مسجدها فيها جمعيتها فيها مدرستها ساحاتها حديقتها منظمه، الحقيقه شيء مفخره الضواحي عندنا. صباح الناصر مثلا والسره وسلوى وقرطبه فيها بما يسمى بلوكات تجاريه كذي، يعني البلديه سوت بلوكات تجاريه، ناس شارت البلوكات التجاريه هذه بحكم انه الدوله قالت احنا عشان ننظم الكويت ما نخلي الدكاكين ما نخلي الشغلات اللي مي حلوه هذه، نبي نحط لنا
في كل قطعة بلوك معين عبارة عن كم قسيمة. نعم. يأخذها شخص معين أو أشخاص ويستقلونها في خدمات المنطقة. تصور اللي خذاها مسيتشين وياي بيستقلها على بنا بس في المنطقة هذه بيصير الدكاكين. أي. تفاجأ اللي دار ما دار إلا يعني شراها بغالي. نعم. وبعدين صار غيره نفسه. فأنت هني خربت الخطط. هل نحن بلد ضد التخطيط، ضد التنظيم، ضد التطوير، ضد التجميل في سبيل أرضي هذا فلان أو علان، أو أكون واضحين وصارمين سواء مع أنفسنا أو مع مواطننا أو مع الجهاز التنفيذي؟ قد يكون لمصلحة البعض في إعطاء هذا بشكل له أو بشكل مباشر أو غير مباشر ومن قبل إلقاء أي اتهام الحقيقة علي إن كان. أنا الحقيقة زودتك بطارق في صور معينة، وأيضا عندي بس مجرد ما نمسوي شيء بس براويك شنو وصلت الكويت في قضايا الحقيقة. تصور هني عملية تجميل منطقة البيئية كلامش حلوة ما أدري شنو إنه واحد تجميل البيئية في مدينة الكويت شقرات وسوي دراسات مكلفة مئات الألوف. نعم. يعني فعلا مكلفة وفعلا تعبوا فيها الجهاز تعب فيها وشيء يعني المفروض يوصل الكويت لشكل أفضل. شنو هدفنا إحنا؟ شو اللي نبي نوصل له بالنهاية؟ إحنا دخلنا عقب 4 سنين شو نبي نوصل له؟ أبرضي فلان ولا بقنن حق فلان ولا بسنع الكويت؟ الحقيقة للأمانة أحب أبين بعد إن الإخوان مثل ما تفضل حقيقة أبو ناصر، ولا ألوم الإخوان لما يكون عندهم مرارة معينة. لو نجي على تساؤله من ناحية الشاليهات من ناحية بموضوع ما يتعلق شويخ الصناعي. شويخ الصناعي بس للعلم ما أدري عندك خبر أو الإخوان يمكن عندهم خبر، بس هناك قرار مجلس الوزراء رقم 471/92 تم وضع رؤية لوضع شويخ الصناعي أول مناطق صناعية في الكويت. فكانت هناك كذا بديل، 5 بدائل، أحدها يقول لك نبيعها لأصحابها ونرتاح ونعطيها وناس من النشاط وتصير بدال خذيت منا رسم قليل خذيت منا رسم، وعلما بأن هذه من بداية الخمسينات أعطيت لأناس تكلفتهم وايد وهذه أرزاق. يعني البني آدم يقول لك الرازق في السماء والحاسد في الأرض، مثل ما هو قاعد يصير في موضوع ما يتعلق في الشاليه في المزارع الان او اخرى قصائم صناعيه اخرى في مناطق لحمدي او الفيحيل او شغلات مثل هذه. يعني فهني تدري حتى مثلا في موضوع انا بدخل في موضوع الشاليهات، مثلا الشاليهات في مرحله من المراحل السابقه كانت توزع بشكل مثل ما تذكرون توزع بشكل عادي، كانوا اهالي منطقه الفيحيل وكثير من الاخوان العوازم او الحقيقه يعني الناس اللي اشتغلوا في البلديه ذاك الوقت لديهم شاليهات على البحر باعوها بالنهايه الكويتيين اخرين. لا اكثر ناس الحقيقه الاخ رئيس ما شاء الله يعني شاليهات ثريه ما شاء الله. الحقيقه يعني لما شفت لسته انا الاسماء اللي حطوهم خلف والله يقول لك خلف والله ادرى اخاف انهم ثابتين لانهم ثابتين ما في شك ما في شك. هذا الحقيقه ايضا اثبات لان العوازم هم الحقيقه من الناس اللي سبقوا غيرهم ويعني لازم نختصر عشان الوقت بس إيه الامانه. فاللي بغيت اقوله يعني هذه تصور الشالات اللي احنا عليها صحيحه كانت في يوم من الايام ملك ناس تحولت لناس اخرين، اما موضوع الشويخ الصناعي فكانت اصبخه. كان الواحد علشان يسنع مكانه تكلفته في ذاك الوقت في ظروفه، والحين يمكن لحكم طبيعة الظروف صارت طيب. قوية الآن حلها الآن حلها الآن حلها لا عفوا حل موضوع الشويخ الصناعي حل الشويخ الصناعي حل الشويخ الصناعي يرجع إلى أنك تطلع في قسائم صناعية جديدة مثل ما احنا بنسوي الحين صوب جنوب شمالي مقبرة الرقة أو غيره مع حل الأخ أبو مساعد. لكن مثل ما تفضل هو يقول الرازق بالسماء والحاسد بالأرض، إحنا لا ما نحسدهم بالعكس نقول حلال عليكم، لكن إحنا نتكلم في موضوع تجاوزات نحل شف في قرار مجلس وزراء في, في 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 موضوع تجاوزات. إذا أني تكلمت عن موضوع تجاوزات أنهم متجاوزين أصبح أني أحسدهم هذا شيء ثاني. أنا أبي حل، أنت وجدت لهم حل الآن خلص من تشيلهم بكرة طبق النظام بشكل خاص حتى يجينا مجال أن إحنا نتكلم عن الختام. جملة بسيطة بس أي والله كل واحد في الختام يلخص لي كل هذا بالنهاية حتى إحنا كناس تستقر أنفسنا كذا ونهدأ ويكون ثقتنا فيكم كبيرة للمستقبل. أخ بطارق بس أنا إذا في يعني جملة بختم فيها. طبعا
طبعا انا اقول ان اولا يعني حقيقه اذا كنا نريد لدولتنا التقدم والازدهار اولا يجب علينا ان نتصارح حقيقه ونسلط الضوء على مشاكلنا والتفكير في حل هذه المشاكل، لان ولا نترك الوضع الى على كما هو موجود لاسباب والله ياس، لان اعتقد ان اذا كان الخيال العلمي يقولون الخيال العلمي اساس الابتكار او اساس، فاعتقد ان التفاؤل والامل هو اساس العمل. شكرا. تفضل ابو طارق. حقيقه انت يعني في بدايه حديثك وايضا عنوان الندى التجاوزات، التجاوزات ابو طارق مشكله والمشكله تبي حل، واحنا حقيقه ان شاء الله يعني كرجال اكفاء قادرين على ان نضع حلول. انا دائما اشبه المشاكل يعني مثل الحرب والسلم، الحرب ما تحتاج انت تفكر، والسلم يحتاج الى تفكير وابداع. وما دام هناك في مشاكل احنا حقيقه ما وجدنا الا لهذه المشاكل. انا اطمنك بان هذه المشاكل باذن الله بتعاون الاخوان في المجلس مع الجهاز راح نصل الى نتيجه مرضيه لكل الطرفين وراح نوصلهم الى بر الامان ان شاء الله. تفضل أبو طارق. الحمد لله أن المجلس متجانس برئيسه وأعضائه، وأي مشكلة سوف تحل من هذا المجلس بإذن الله، لكن صدقني ما في تفرقة عندنا لأي منطقة من مناطق الكويت، جميع الأعضاء وافقوا على تشكيل لجنة للعاصمة لأن هذه عاصمة الجميع، على أساس أنها تجمل وتظهر بصورة أفضل مما كانت عليه، لكن وأهملنا باقي مناطق الكويت من أجل عاصمتنا. نعم. لكن لا نرجع بالنهاية على هذه المناطق التي محتاجة فعلا بعض الأشياء اللي يجب أن نضع لها ضوابط وشروط بإمكانها أن تخدم هذا المواطن ولا في أي مضرة على مصلحة البلد إن شاء الله. أشكرك. تفضل. الحقيقة زبدة الكلام أن لا يصح للصحيح، وإذا كانت هناك عدم وجود مصداقية في عمل البلدية في تجاوزاتها من الجميع في أي مكان بالكويت أيا كان الشخص هذا، وبتطبيق حقيقي والتزام وعدالة ومساواة، إذا ما كان هذا الشيء موجود وحزم، لأن الحقيقة سكروا البلدية والبلد بتصير من سيء الأسوأ، وأنا أعتقد ممكن الآن نلحق، لكن ما ممكن بعد المرحلة هذه اللحق إذا ما سوينا الأكشن هذا، خصوصا أنه بعد إزالة المزارع مع العلم الناس تضرروا ولكن وافقوا. لا. هذا الحقيقة دليل على أن استعداد الناس لتقبل قرار صارم. قرار صارم. نفس الشيء أنا الحقيقة بس مريت مرور من ناحية شويخ الصناعي، هذا قرار من مجلس الوزراء، كانت هناك ثلاث بدائل واختار البديل الثالث اللي تعلق أنه من خلال مخططين ومكاتب متخصصة، وبالنهاية حاولوا يلقون حل لهذا الموضوع. نفس الشيء للأمانة يعني أنا بقول موضوع يعني حتى أنا شخصيا شاري شاليه من مدة قريبة، يعني هذا بس الشيء يجيب الشيء من مدة سنة وشيء، يمكن مجرد يمكن لا يتعدى 8 متر 50,000 دينار تقريبا. لما تشوف هني، شوف مع العلم انا ليش اقول هذا وانا توني ماخذه، ايضا عمليه ان الناس ما توصل الشاليهات هذه عمليه ما هي زينه، اذا كان انا اتمنى مثلا ان تصير خطه مستقبليه ان يكون دفان ما قدامها الشاليهات هذه مثل ما يصير في باقي دول العالم، بحيث ان يكون فرصه للكويت ككل، علشان ما نعطي اي نوع من احساس بالغبن لاي مواطن في الكويت على اساس نسويها العداله والمساواه. اللي اقصده من كلامي هذا نحاول نحل مشاكل بشكل علمي مدروس بحيث لا يتضررون ذولي ونفتح للجميع. الحقيقة الحشي يعني مع الأخوة الأفاضل والقضايا العديدة المتراكمة على المجلس البلدي والبلدية مي سهلة وعميقة ومعقدة، القضية مي قضية بهذه السهولة، ولكن في هذا البرنامج حاولنا بقدر الإمكان أن نحصر كل الحوار في التجاوزات والمخالفات وما نسمع من ذلك، لأنها مطروحة في الساحة، إنما إذا تحدثنا عن البلدية وكل شيء ما يعرض على الأخوة فهي كثيرة. في النهاية بأمانة ومن القلب أشكر ضيوف الكرام اللي تفضلوا وجوا في هذا البرنامج وأبدوا وجهة نظرهم في هذه القضية اللي تحدثنا عنها، وأشكرهم وأتمنى
باسمكم جميعا كمشاهدين أن يوفقهم الله في الحلول المناسبة لمصلحة هذه البلاد اللي هي بالنهاية فوق الجميع المصلحة العامة للمستقبل. شكرا ومشكورين على مشاهدتكم ومع السلامة.